سؤالك الآخر بارك الله فيك. بالنسبة دايما الواحد بيكون في الشارع بيتعرض مثلا يعمل أعمال صالحة فجأة، يعني يساعد حد، يجيب لحد حاجة فجأة من غير نية مسبقة، فيعمل مأجورة إن شاء تعويضات. الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والنية إن شاء الله تستحضر في الحال. السلام عليكم.